مساء الفل عليك يا كابتن ميدو، وبرحب بيك في البدايه، وبرحب بكابتن احمد صديق طبعا وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. طمنا على الجو عندك، طمنا على كل كبيره وصغيره في معسكر الفريق. انت عارف الجماهير المصريه هنا والجماهير الاهلاويه كمان تحديدا نفسها تعرف كل حاجه بتحصل في المعسكر، وطبعا انت يعني احسن حد بتدينا كل التفاصيل. حبيبي يا كابتن ميدو، احنا دلوقتي الساعه 9:30، لكن انت شايف ورايا الجو نور، لسه الشمس ما راحتش ولسه النور ما راحش عندكم. طبعا اكيد الجو مختلف بشكل كبير، ده يمكن عامل جو مختلف شويه مع لعيبه النادي الاهلي. التدريبات فيها رفع حمل بدني بشكل كبير جدا يا كابتن ميدو، والتركيز الكبير اللي احنا بنلمسه في كل المعسكرات اللي بيكون في المباريات مختلف بشكل كبير جدا. المعسكر ده زي ما اكدت انت اكيد وقلت خلال حلقاتك وخلال كمان الحلقه دي، المعسكر ده مختلف محتاج تركيز زياده، لان احنا بنكمل دوري وبناكد على النقطه دي، لان كالعاده الكابتن سيد اما بيكون في كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكوره، اما بيكون في اي معسكرات ما بيكونش فيها اي مباريات بعديها، بتبقى الامور كلها فري، بنقدر ان احنا نسجل مع لعيبه، نخرج معاهم، نسجل معاهم، نتكلم في امور كثيره جدا. لكن انا بحترم طبعا قرار الكابتن سيد والجهاز الفني بالكامل ان في غلق كبير جدا على معسكر فريق النادي الاهلي. تدريبات متلاحقه، وقلنا قبل كده واكدنا فرسيلنا ان بيبقى في بعض الحاجات الترفيهيه لعيبه النادي الاهلي ومحدوده كمان، يعني هي اوضه فيها بلاي ستيشن وفيها بينج بونج فقط لغير في الفندق او في المنتجع اللي احنا متواجدين فيه. التجهيزات كلها بالنسبه لمعسكر فريق النادي الاهلي حتى هذا اليوم يا كابتن ميدو على اعلى مستوى، في استفاده فنيه بشكل كبير، تدريبات صباحيه ومسائيه، النهارده تدريبين، تدريب صباحي الساعه 9:30 وتدريب مسائي الساعه 6:30، في توزيع للحمل التدريبي الفني والبدني، يعني الصبح بنقدر ان احنا نشوف التدريب بياخد يمكن ساعه وساعه ونص كمان، كلها سبرنتات، كلها احمال جيم، كل اللعيبه بتشارك كمجموعات، بيحاول مستر مارتن والجهاز والخاندرو بالتحديد اللي انا عايز اشيد بادائه بصراحه يا كابتن ميدو بيقوم بدور كبير جدا، وفي خطه موضوعه لرفع معدل اللياقه البدنيه بشكل مميز جدا. القياسات اللي كانت في مختار التتش قبل السفر الى اسبانيا فرق بشكل كبير جدا، قدر الجهاز الفني ان هو يقدر النقصات اللي عند كل لاعب يقدر يزودها بشكل كبير، كل اللعيبه في قياسات، في ارقام، في ملفات كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي. لكن اقدر اقول لك فنيا المعسكر ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يستفيد بيه بشكل كبير جدا. المباراه الاولى تابعناها النتيجه 9-0، النتيجه طبعا اكيد ما بتهمش الجهاز الفني ولا اللاعبين على قد ما هم بيهمهم ايه اللي اتطبق في التدريبات، ايه اللي اتطبق في المباريات، لكن كمان المباراه القادمه هتكون مباراه مهمه ومباراه قويه جدا، تدرج في المستوى بشكل كبير خلال المباريات. المباراه الماضيه كانت فريق من الدرجه الثالثه، المباراه الغد باكد على مباراه الغد هتكون في تمام الساعه 6:30 هنا بتوقيت اسبانيا، وايضا كمان بتوقيت القاهره، التوقيت ما فيهوش اختلاف خالص يا كابتن ميدو. مباراه مهمه جدا امام فريق نيوبورت الانجليزي، فريق مميز، الملعب كمان هيكون مختلف، الملعب الاول كان ملعب هنا في لافينكا المنتجع المتواجد في اسبانيا، ملعب مش مجهز للمباريات لان هو ملعب تدريب، لكن الملعب اللي هيخوض عليه النادي الاهلي المباراه الغد هو ملعب بيناتار ارينا، ده ملعب مميز جدا يمكن بيتسع ل 2000 مشجع، مجهز كمان لكل الامور الخاصه باستقبال اي مباريات، وزي ما بقول لك كمان في محاضرات كثيره جدا لهذه المباراه، لان زي ما بنقول خلاص النادي الاهلي عنده مباراتين، مباراه يوم 12 يوم 11 ومباراه يوم 15 امام فريق يوكا موريسيا الاسباني، مباراتين مع الفرق الاسبانيه ومباراه مع فريق من الدوري الانجليزي. ان شاء الله باذن الله تكون كل الامور مهيئه لفريق النادي الاهلي يستفيد من المعسكر ومن المباراه وبدون اصابات. امبارح كانت في كدمه قويه كده لناصر ماهر، قلقنا وقلق الجهاز الفني، كنت اسالك في روح كبيره وفي حماس كبيره متابعينها في معسكر فريق للنادي الاهلي والتحذيرات المستمره بالظبط يا كابتن ميدو، والتحذيرات كمان من الجهاز الفني، لكن اللعيبه عارفه الفتره اللي احنا فيها وعارفه اهميه المعسكر، كل عايز يشارك والكل عايز يثبت للجهاز الفني ان هو جدير انه يكون متواجد في الفريق الاساسي او التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي. لكن الروح المعنويه اللعيبه الشباب المتواجده حاجه رائعه جدا، عربي ومحمد عبد المنعم، مصطفى الشوبير، احمد طارق سليمان، رمضان مصطفى محارس المرمى، يعني قايمين بدور كبير مع كابتننا طبعا كابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي احمد فتحي، اللي بيحاولوا ان هم يدخلوهم في المود، يدخلوهم في وسط لعيبه النادي الاهلي على طول، بيدوهم تعليمات وبيدوهم كمان تعليمات مهمه جدا لان هنحتاجهم الفتره اللي جايه. النادي الاهلي يا كابتن ميدو انت عارف بيعتمد على الشباب، بيعتمد على قطاع الناشئين، عندنا لاعبين مميزين جدا، لكن الظروف هي اللي بتحسم طبعا المشاركه من عدمها او ان يكون في احد اللاعبين متواجدين في الدرجه الاولى ولا لا. نقطه كمان مهمه يا كابتن ميدو، ده الانطباع اللي انا لمسه هنا من معسكر فريق النادي الاهلي مع الامر اللي ما كناش نتمنى ان احنا نكون متواجدين فيه، والنادي الاهلي ما بياخد خطوه ان هو بيختر اتحاد الكوره او بيرسل خطاب ان يا جماعه الامر ده هيسبب لنا ازمه، الامر ده ممكن يسبب ازمه لكل فرق الدوري المشاركه في البطوله الافريقيه وهو القيد الافريقي. تمام.
امر صعب جدا يا كابتن ميدو. انا عارف ان انت هتتكلم عليه باستفاضه واتكلمت اكيد عليه والقناه عندنا بشكل كبير، لكن مأثر على الكل. يعني طبعا انت دلوقتي في موقف مش عارف ايه اللي هيتم، الموضوع بقى متأزم بشكل كبير جدا للنادي الاهلي. كابتن سيد فاصل الموضوع ده خالص وحاطط اللعيبه في تركيز في المعسكر، لان الامور الاداريه دي بتترك طبعا لمجلس الاداره وايضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ. لكن بنتمنى خلاص، يعني هو امر وحصل، بنتمنى اللي جاي ما يبقاش كده خالص. يعني يا رب يكون في جدول منتظم، مباريات منتظمه، ملاعب منتظمه، ما النادي الاهلي ما يفاجئش ان هو راجع من مباراه اي في البطوله الافريقيه يشارك بعديها في ملعب تاني غير الملعب، بتعديل تاجيل ان شاء الله باذن الله. بنامل الفتره اللي جايه من اتحاد الكره ان يكون في استقرار على جدول الدوري واستقرار على المباريات واستقرار على المواعيد. ايضا كمان نقطه مهمه جدا وهو مشاركه محمود وحيد. يمكن محمود كان بيشارك ايام الماضيه في التاهيل، ما كانش بيشارك كره خالص يا كابتن ميدو، وهو كان محمد عبد المنعم ومحمود وحيد هما الاثنين المصابين فقط لا غير في فريق النادي الاهلي. شارك محمود وحيد النهارده صباحا في التدريب، اطمنا عليه، كان عنده نغزه كده وكاد ما في العضله الخلفيه. وطبعا كابتن طارق عبد العزيز اخصائي للتاهيل مع طبيب النادي الاهلي خالد محمود بيقوم بدور كبير معاه. الامور كلها مطمئنه يا كابتن ميدو، ينقصنا ان شاء الله ان احنا نستفيد من هذا المعسكر بكل تاكيد ان شاء الله، وثقتنا كبيره في لعيبه النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن ميدو لو في اي استفسار. اكيد يا كريم، وكلمني على انضمام رباعي المنتخب ان شاء الله اللي هيكونوا متواجدين في المعسكر، واكيد مستر لازارتا هيعقد معاهم اجتماعات عشان يخرجهم اكيد من الروح اللي هم فيها. قبل كمان الرباعي جيرالدو كمان انضم، جيرالدو اكيد. صوت طمن عليه، وصل الى اسبانيا وشارك النهارده، حالته البدنيه مطمئنه جدا ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي في بطوله الدوري يشارك ويكون ليه دور كبير جدا. انضمام الرباعي لمنتخبنا الوطني في خلال ايام خلاص، انا يمكن حصلوا على التاشيره، ومن اسئلتنا انا يمكن في خلال ال 48 ساعه القادمين ان شاء الله يكونوا متواجدين. النادي الاهلي في اتجاه كابتن ميدو، بس يعني لسه الامور دي، يعني لكن من خلالك في اتجاه ان ممكن الفتره تزيد شويه لثلاث ايام هنا في اسبانيا، لكن ما اتحسمش الامر ده. احنا الطبيعي طبعا ان احنا نكون في القاهره يوم 16، لكن في يعني طبعا لعيبه المنتخب لما تكون متواجده هتقعد ثلاث ايام بس يا كابتن ميدو، ففي دراسه من الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ الجهاز الاداري ان يكون في ثلاث ايام اخرى في معسكر النادي الاهلي يكون هنا في اسبانيا، لكن باكد لك لسه الامر ده ما اتحسمش بغض النظر ثلاث ايام قادمين او اكثر ان شاء الله. بشكل عام لعبتنا تركز بشكل كبير جدا في هذا المعسكر، نعود بدون اصابات بدون اجهاد، لعبنا نكون في التوب فورم ان شاء الله يا كابتن ميدو. يعني مباراه المقاولين ومباراه الزمالك الدوري 41 ان شاء الله يا كابتن ميدو يكون في مقر النادي الاهلي باذن الله. كريم احمد دايما متميز، بشكرك.